حبابي حبوباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواش لكم مبروكه، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير، ويكون ان شاء الله داز رمضان على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، بغيت نتقاسم معاكم السفه المدفونه كما موالفين كنديروها، كما مواتنا كانوا كيديروها. اول حاجه غادي نبدا بها هي الدجاج ديالي. بعد ما كنغسلو كنحيدلو داك الجلده ديالو الفوقانيه من الاحسن. غادي ندير له واحد التسبيله بسيطه وسهله. غادي ندير الخرقوم والملحه وسكنجبير، هادو الوحيدين اللي غادي ندير له. الا عندكم السمن ديروه، الا ما عندكمش ما ديروش، انا ما تصابش عندي ما درتوش. هنايا راه الخرقوم مخلط بالملحه وسكنجبير، وغادي نخلطهم بشويه ديال الماء، وغادي نرقد فيهم ديك الدجاج، وغنخليه واحد الساعه ولا ساعتين ديال المقاله في الثلاجه يرقد على ما نوجد شي لاخر. ومن بعد كنبدا كنفسخ اللوز ديالي اللي ديجا درت له شويه ديال الماء طايب، وكنفسخو وكنفزق داك الزبيب ديالي حتى هو في الماء سخون، باش كنخليه يتنقع شي شويه على ما باش نعسلو. الطريقه ديال التعسه راه كلشي عارفها، كندير القرفه وكندير كنخليه بعدا شويه في الماء، ومن بعد كنقص منه شويه الماء كنزيد له القرفه والسكر. السكر الا عندكم لو سيرو دو بوم ولا هذا راه كيتباع حتى هو كيجي زوين، كنديرو بعض المرات فيه كيجي زوين بزاف، لكن اليوم راني درت له غير الملحه. وملي كيوجد لنا وكيتعسل كندير له واحد الطريف ديال الزبده. هنايا اللوز ديالي بعد ما فسختو كله كنمسحو مزيان، كنشللته بالماء وسقطرتو وكنمسحو مزيان هكا باش يكون ناشف، باش ملي غادي نديرو في الفران هذه المره ما غاديش نقليه في الزيت، ولو انه ملي كيجي مقلي في الزيت كيجي بنين، ولكن غنديرو في الفران ان شاء الله. هنايا كنحتاج السفه ديالي، ها هي غادي ندير 500 غرام هي اللي غادي نستعمل، لان بينا غير ثلاثه كندير 500 غرام حتى لا شاط لا غد ليه، كلشي راه كتجي بنينه كتعجب، كناكلوها لا غد ليه. ايوا هانتوما معايا في لي زيتاب. كندهنها اول حاجه هي كندهنها بالزيت الروميه، وكنبقى كنبسبسها مزيان بيديا حتى كندخل فيها داك الزيت كله، خصو يدخل مزيان مزيان مزيان. ايوا عاد كنبداو لي زيتاب كلهم ديالنا نتاع التفوار، وها نتوما معايا. ايوا وهكذا كنبدا التفوار ديالي. التفويره الاولى دائما كندير لها ما بين 20 و 25 دقيقه. كنغطيها بزيف، ما كنغطيهاش بالغطايه باش ما يمشيش يرجع عليها الكوندونساسيون، ترجع عليها داك البخار كيبقى يولي قطرات وكيرجع عليها وكتعجل لكم. من الاحسن في الاول التفويره الاولى كندير لها الزيف، والتفويره الثانيين ما كندير لها حتى حاجه، ما كنغطيهاش، كنخلي البخار يتبخر باش الشعريه ديالنا ما كتعجنلناش. هنا كما كتشوفوا انا كنكمل التعسل ديال الزبيب ديالي كوم سا نوجدو ونحيدو، ولي زيتاب الاخرين هما غيتبعوا ان شاء الله. بشرت بقدوم ريح الصبا. هنا راني غادي نبدا في الطياب ديال الدجاج ديالي. اول حاجه غادي نفرش له واحد شويه نتاع البصله
وغادي نحط داك الطرف نتاع الدجاج ديالي كاملين هكا، نكب عليهم داك لا بيتيت صوص اللي كانوا مرقدين فيها، وغنخليها كتقلى غير هكاك. نورمالمون غادي نزيد لا مالح حتى شي حاجه، غادي نخليها كتقلى واحد 5 ديال الدقائق ولا 6، ومن بعد ان شاء الله غنزيد عليها البصله بحال هكا كي كتشوفوا، وغنخليها كطيب في البصله ديالها، ما غنزيد لا ما لا حتى شي حاجه. داك الماء نتاع داك البصله ونتاع الدجاج فيها غادي يطيب داك الشيء، لان ما خصناش تكون المراقي، ويكون خصها تكون تجي واقفه على راسها. كندير الخرقوم كتوابل، كندير سكينجبير، كنزيد القرفه واحد معلقه صغيره ولا معلقه ونص صغيره، وشويه نتاع البزار. هنايا استعملت البزار البيض حتى هو واحد 8 معلقه صغيره. ومن بعد كنزيد الزيت الروميه واحد 4 كاس تاع الزيت الروميه، وكنخلي كلشي، كنخلط كلشي باش يتلبس داك الدجاج بداك البصله وداك العطريه كامله. وكندير العافيه تكون مهيله، كتهب الا كانت عندكم اون طاك الكتريك كتنقصوها لاربعه ولا 5، والا كان الغاز كديروها مهيله بزاف مزيان باش ما يمشيش يتلصق لكم الطاوه. ايوا ها نتوما معايا. وهنا راني زدت واحد معلقه صغيره ديال الملحه، غير شويه ما كنت غنساها. غادي نغطيو الطاوه ديالنا، وغادي نخليو الدجاج يطيب على المهل بشويه بشويه، وغادي مره مره نطلعو نشوفو. غادي نبقاو نحركو بشويه بشويه بالمعلقه نتاع الخشب، نبقاو نمشيو ما بين الطراف باش ما نمشيوش نعسو الطرف يتحلنا اللحم. نبقاو نحركو شويه القاع نتاع الطاوه باش ما يمشيش يتشرب لنا ويلصق شويه بشويه، بلا ما نديرونجيو داك الطرف ديال اللحم باش ما يمشيوش يتفرتو لنا. هنا كنعريو على الكسكاس ديالنا، وكنشوفو بان الشعريه ديالنا صفا بدات كتشوك. هنا كيبان بان راه بدات شي حاجه بدا الطياب كيبدا. كنقبطو المطايب وكنسقيوها في الكسكاس ديالها، فوق الكسكاس فوق طاوتها، كنسقيوها مزيان مزيان بالمطايب اللي كنكون وجدناها من قبل، وكنغطيوها وكنخليها واحد 3 دقائق تسقطر مزيان، ومن بعد عاد كنكبوها في القزعه ديالنا. كنقلبوا الدجاج ديالنا كنلقاوه طاب، كنخليو الطاوات تقل، كننفسوها وكنخليوها تقلى واحد شويه، ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله للسفه الشعريه السفه ديالنا نخدموها. كما كتشوفوا كنقلب الكسكاس ديالي في القزعه، وكنبدا كنفرك داك الشعريه ديالي السفه بجوج فرشيطات، كنبقاو نحلوها بشويه 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 حتى كتحل لنا مزيان. ومن بعد ان شاء الله كناخذ زلافه ديال الماء فيها الماء بارد، كنحطها حدايا وكنبقى نهز بيديا ونرش ونحل ديك الشعريه، نرش بالماء ونحل، نرش بالماء ونحل. هانتوما كيما غادي تشوفوا كيفاش كندير. الا حتى كتحل، الا لقينا الكويرات كنبقاو نفزقو يدينا ونحلو الا حتى كتحل لنا. وهاد الطريقه بالحق راها كتمشى مزيان وراها كتصدق مزيان، غير ديروها وتنكلوا على الله. الحقيقه عجبتني هاد الطريقه مزيان. داك الماء البارد كيساعدكم على باش يديكم ما يتحرقوش، وميم طون باش داك الشعريه كتبقى تشرب ديك الماء وكتنفخ وكتحل. ايوا هانتوما معايا، هاد لي زيتاب كلهم غنديرهم، ومن بعد هاد المرحله غادي نولي ردهم في الكسكاس، ردها في الكسكاس، ونولي ندير عاوتاني 20 دقيقه ديال الفار. ومن يتسالي لي داك 20 دقيقه نولي عاود نسقيها بالمطايب بحال المره الاولى، نخليها تسقطر 3 دقائق ولا 4، ونولي نكبها في الكسعه، ونولي ندير نفس لا ميثود بزلافه د الماء وانا كنحل، بزلافه د الماء وانا كنحل. وهانتوما غادي تشوفوا النتيجه، راه كتجي رائعه رائعه رائعه، وكتربحوا بزاف ديال الوقت وكتربحوا بزاف ديال المتاعب.
وهنا قبل ما نردها الكسكاس كنولي نرشها بشويه ديال الزيت الروميه، كيساعدها على انها كتحل وما كتلصقش. كنبقى نلبسها بيه بشويه بشويه، وعاد كنردها الكسكاس ونردها للتفور. وما نساوش رشوها بشويه ديال الملحه. سمحوا لي راه ديك اللقطه ديال الملحه راه تحيدات لي، حسبني كان فيلمي وانا ما فيلميتش. ما تنساوش ديروا الملحه في هذه المرحله هذه ان شاء الله. ايوا هنايا اللوز ديالي انا درته في هذا الطبيس نتاع الفران، انا غادي نديرو يتحمر في الفران ومن بعد نرجع معاكم الكماله ديال الصفه ديالي. غادي نعمر النص نتاع الكسكاس، ومنين نشوفو طلعت فيه الفوره عاد نولي ندير المتبقي نعمر به الكسكاس. ما كنحاول الا كان الكسكاس كبير بزاف راه يمكن لكم ديروا هاد القضيه تعمروه في خطره، ولكن هكا الطريقه حتى هي مزيانه، كنديرها دائما حتى في السكسو كنديرها وكتصدق مزيانه. ونفس الشيء ملي كتكملنا 20 دقيقه كنوليو نسقيوه عاوتاني هو فوق الكسكاس فوق الطاوه ديالو، وكنخليه 3 ولا 4 دقائق باش ما نتكرر في الهضره. سمحوا لي نوليو نخليوه يتسقطر 3 دقائق ولا 4، ومن بعد عاد نوليو نخدموه عاوتاني في القصعه بالماء بارد كما قلت لكم قبيله. اللوز ديالي هو تحمر، انتما كما كتشوفوا راني ما خليتوش تشوط بزاف، راه واخا كيبان لكم بحال ابيض شويه راه مقرمل كوميم. غادي نطحنو، ما غاديش نطحنو غبره، غادي نخليه شويه مهرمش وبي غادي ندير المونتاج ديالي نتاع الصفه ديالنا. ايوا بقاو معايا. هنايا الدجاج ديالي ها هي المريقه واقفه، انا غادي نعسلو، غادي ندير السكر سنيده، غادي ندير العسل، وغادي نخلي المريقه ديالي تقلى مزيان وتوقف بداك العسل. كتجي غزاله، كتجي بنينه بنينه بزاف، وكتجي من داكشي المذاق ديالها. القرفه خلاص حنا درناها ملي نصبنا، يمكنكم تزيدوا واحد شويه الا بغيتو، والمريقه ديالنا دابا ها هي واقفه. من بعد التصفيره الثانيه كنولي نزيد نلبسها بواحد شويه ديال الزيت، وكنولي ندير ليطاب اللي قلت لكم ديال الماء ديال الزليفه ديال الماء، وانتم كتحلوا الزليفه ديال الماء وانتم كتحلوا، وكنوليو نردوها في الكسكاس ونخليوها تفور عاوتاني واحد 20 دقيقه.
وهنا نحيت هذوك الطرف ديالي ديال الدجاج، وغادي نخلي داك المرقه وداك التفايه ديالي تقلى مزيان وتقبط راسها.